مرحبا شباب، رجعنا لكم بالفيديو الثاني من تختيم هولو نايت. في هذاك الفيديو خلصنا أول منطقتين في الفيديو الأول، في الفيديو الثاني راح نروح للمنطقة الثالثة، راح نروح لها على طول. عبود، احنا طبعا بس ما ورجيناكم يعني ما في شيء ما ورجيناكم إياه، بس إنه رجعنا للبيس لأنه هون لازم ترجع مشي لعند المحترم هاد، وبعدها شو اسمه تتنقل بتجي للبيس، المنطقة الرئيسية. اوه، انقذناه صاحبنا. وصلك ايميل؟ واتساب انت صوت الواتساب عندك زي الايميل؟ عاكس كل شيء. انا فور فن وصوت، لا اتوقع وصلني نوتيفيكيشن يوتيوب وصوت الواتساب عندي دقة الباب في الجامعة التخموا كلهم مرة. ما شاء الله. بالضبط، نشوف ترى ايش هذا لو عندهم. تحوشهم تيجي له بعد 5 6 بيعطيك هيك. طلع ما شاء الله، تحوشهم هيك 5 6 وتروح له بيرمي لك هيك جوائز عن 5 6. عن 1000 احنا لهون عشان يعني يتربى. مش فاهم هو قاعد في مكانه شو بيسوي، من وين له هاي الفلوس كلها؟ معاه فلوس بس بده موظف يلم اولاده. صح. هذا طريق سري، ناسي هون ايش فيه، بس يمكن دودة. تعرف بما انه انت قاعد تلعب، انا بدي اطلع الكتاب اللي عمري ما استخدمته واشوف اذا مكتوب شيء عن الشخصية. الدودة تحمست اطلع الكتاب. طالع الكتاب من كثر ما من كثر ما شكله حلو يعني بتستحرم تستخدمه. ما أظن شفته عندك قبل هيك. يعني نشوف الدودة هذا إذا مكتوب عنه شيء. ترى لسه ريحة الكتاب موجودة، ريحة الورق الجديد. ول الكتاب كثير رهيب يعني، لا بس طابعينه انت باللون الأسود الكتاب. ما فتحته قبل هيك، ما سويت اي شيء. فتحته هيك لثواني وكنت أسكره. اوه، مكتوب هي عن تبع برسم الخرائط. طبعا اسطورة هذا، احنا وين هون؟ انا لقيت دودة بالغلط. بحكي لك انه كاتبين عنه انه هو دائما بفرش الارض بالاوراق تبعته. ما عشان هيك بنلاقيه. انت اول اشي بتلاقي الورق تبعه، بعدها بتلحق الورق بتسمع الصوت الاسطوري الاغنية. احنا طريقنا من هناك، بس ناخذ هذول اول. بيعرف هو كل شيء عن الخريطة، عن المنطقة أكثر من أي حشرة ثانية. ماب ميكينج هاي ابيلتي، بعدين بنفتح الطريق هون بتكسر اللي تحتك ما نيها. كاتبين لك انه لما ما يكون تحت في مكان بستكشف بتلاقيه عند زوجته فوق. اساسا بس تشتري كل الخرائط لانه عليهم تروفي، بس تشتريهم كلهم بتلاقيه خلاص رجع البيت عند زوجته ونايم. ما هو هون كاتبين هاي المعلومة. هو هي ال الجراب جراب فاذر اسمه دودة. طريقنا تحت هذا هون اتوقع بياع، المفروض بياع ببيع شارمز. هذا البياع ببيع 3 شارمز من احسن اللي باللعبة، الثلاث او ثنتين منهم. بس مشكلتهم لو متت بيروحوا ابدي، او هيك مكتوب. ما جربت اموت واجربهم، بس بالدي ال سي بتقدر تدفع 3000 كأنه على كل واحدة وتطورهم يصير ما بينكسروا. بدي ال سي. يس، في حية. انا استخدمت واحدة منهم وانكسرت صراحة وقلت ما لهم داعي. لا وين، كتير قوية. واحدة بتزيد الاتاك، واحدة بتخليك تطلع فلوس اكثر، واحدة بتزيد الماكسيموم اتش بي. انا بالختمة تبعتي لما رحت اجيب 112% استخدمت الثلاث، بس طبعا اول شي ثبتهم ما ينكسروا.
سعادة قاعد بسب علي على الخاص، شايفين يا جماعة وبتحكوا لي نجيبوا الفيديوهات بتاعتنا. أنا ما سويت له شيء، بس حكيت له صباح الخير وقاعد ببعث لي مسبات، والدنيا رمضان. ما علينا، نرجع للدودة. تعرف مكتوب عنه في الكتاب كثير معلومات مهمة، مكتوب إنه هو الوحيد اللي ضل من فصيلته بعد ما صار في إشي غامض خلى كل أولاده يختفوا من المكان، وبصير وهو من النوع اللي بيحوش كثير أغراض، أي إشي بلمع بحوشه عنده، بخبيه عنده، بحب الأشياء اللي بتلمع، فهو مستعد يتعاون مع أي واحد بيساعده في البحث عن أولاده ويعطيه جزء من الكوليكشن تبعه. إذا هذا ما في الجزء ولا هذا المعلومة اللي هاي تستنتجها لحالك، مو محتاج كتاب يكتب لك إياها. بالضبط، كمان كل هذا جزء. لحظة نشوف. بالضبط، هو ما مسيطر على أموال اللعبة كلها. ليتل جرين جرامز جامز كان بي فاوند طريقة والله زود. لك الديدان الصغيرة هذول عندهم حس عالي بمعرفة الاتجاهات، فمجرد ما تحررهم بيرجعوا لحالهم على البيت. برضو هاي مو محتاج كتاب، بس في واحد كان يجمعهم عشان هيك حاطهم في الكزايز. ابصر مين؟ ابصر الكوليكتر هذا مين هو؟ هيك هون الخريطة، تاع الخريطة تحتي، بس أول شي في هون محطة حتى ذاكر اسمها كوين ستيشن. اوكي، الكتاب رهيب، صح انه ما له فايدة الكتاب هلا استنتجت، بس كثير رهيب. يعني المعلومات تستنتجها لحالك، مو محتاجة كتاب عشان يحكي لك اياها، بس الكتاب مرتب. اتوقع سعر الكتاب $30 تقريبا، موجود لهلا متوفر على الموقع، نفس الموقع اللي ببيع الكوليكتر، اسمه فان جيمر. سحبت على شيء انت على اليمين؟ ما بقدر اروح له، لازم اخذ ابيتي مسكر ونط على الحيطان. صح، ما كثير اشياء نص لعبة مسكرة. الورق صحيح، هي الخريطة هون، صوت الأسطوري. أنا ما كنت أروح، ما كنت أعرف موضوع الورق اللي على الأرض، بس كنت تلحق الصوت يعني؟ على الصوت بس هي الورق على الأرض ببين من وين لوين ما بكون واصل. هاي ورقة ايوه هون، هاي ورقة ايوه هون، وين في ايوه هون كمان؟ هون معبى. ايوه اوكي، حلو، هاي أسهل هيك. طيب الناس تقدر تشوف ال طيب طلاب تيجي أنت هون تحت تنزل تمشي على الورق، بعدين بيحكوا لك انه تعال فوت هون. ايوه ما بعرف انت كي انت بإلدر رينج ماخذ بلس الصوت. أربعة، وبهولو نايت بتلحق الصوت. انا والله بستخدم حفلة الوسائل الصعبة بس. يا ريت قصدا. ما هذاك اليوم واحد كاتب لي على فيديو لمترويد بيحكي لي انت كثير مصعبة حالك اللعبة، انا فزت الوحش الاخير بدون ما استخدم، بدون ما اعرف انه في ابيليتي للشخصية تعمل باري على كل ضرباته. عشان هيك ضليت تحكي لي مترويد صعبة؟ فيها تحدي بس ما كنت اعرف انه فيها باري، بعدين طلعت اللعبة كلها بتنفاز بدون ما تنلمس. إذا يكون الباري اللي هي لما الوحش يوقعك على الأرض بتقدر تكبس التايمينج صح هاي؟ ايوه، انا شفتها وفهمت انها موجوده لاني لعبتها يعني ربع ساعه لعبه او شيء هيك، بعدين حكيت مالي خلق ما لعبت لعبه اصلا، الحمد لله ما ضيعت وقت. انا هاي الباري كلها عملت لها سكيب ولعبت اللعبه، فكانت فيها تحدي يعني تجربه حلوه.
احنا سحبنا طريق. اصلا بعدين اكتشفت انه في ناس منتقدة انه الباري موجودة، بيحكوا انه ما لها داعي ومسهل اللعب كثير. مش انت منهم؟ لا انا ما كنت عارف في فرق. مشيها، بحاول ارجع لك. هاي حلو الدج اللي سويته. ما بعرف شو صار، كيف شخصيتي مرت من الضربة، بس ما عندي أي مشكلة. هاي الايتم في بياع، ما بعرف إذا ذا مو بياع، واحد بيشتري. أوكي نايس، وحش. طلعت على اليمين لحظة. المهم واحد بيشتري منك أشياء الأثرية اللي بتلاقيها، فهاي بتنباع ب 200 فلس. يا ما لها فايدة. ليه 200 فلس؟ صدق ايش في تحت هون؟ في شي على اليمين؟ ما اظن رحت يمين. كان في فلوس تتوقع. لا ولا شي، ما بس هون في، بدي برضه اللي بطلع على الحيطان اظن، او اجيها من الجهة التانية. هذا طريقنا فوق يمين. هلا راح نتحدى واحد من احلى الزعماء في اللعبة. احلى اشي لما تباري كامل. اوكي هي هي هي، مو من هون، من فوق اول. احلى اشي لما تباري بالدي ال سي هذيك، صح؟ قال ما بتقدر تباري الا لما تخلص اللعبة 112%. ترى تخيل، تخيل العذاب اللي عشته. ولازم لازم يخلوك قدها. واه يعني لازم عشان نفسيتك تكون فزته بدون ما نلمس. هذا هاي المتعة الصح، تقدر تختار صعوبة تخليهم يسووا دبل دمج او ممنوع تلمس، لو لمست بتخسر بتعيد من الاول. خلصت على كل الصعوبات من كثر ما الفايت تحفة. توقع هو وحش. كوليكتر الفايتين الوحيدين اللي خلصتهم على كل الصعوبات. وحش. واضح يا عمي، ليه ليه كل ما الف اطلع يمين يسار اي شيء مو على الشاشة بيطلع مي. اوكي لا، هاي كنت بطلع، هاي كنت بطلع. طبعا هذا جاي من ماريو. لا شكله اول موتة عند تود. لا اوكي لحقت حالك. قتلت ابنه. هذا بفيد بالتنقل. ما بحتاجه عشان اتنقل، بس كيف هذول؟ مو بس العينين، يمين ولا يسار، يمين ولا يسار، يمين طريق جانبي. بس اتوقع هون فايت صح يا السعي، لما تطلع الدريم نيل بتباري هون عماد. انت اكيد ذاكره اللي بينزل عليك كوينز، بينزل علي كوينز، كوينز. تحس هيك فلوس، بعد يضل يرمي كوينز ليموت. ناسي غريبة. من زمان، انا صلي 4 سنوات لعبها. انا ما بعرفها، كنت من البي سي، بس لما شفت اعلنوا انها، بتذكر في اي 3 اعلنوا هيك فجأة انه افيلبل ناو اللعبة على السويتش. بتطلع على التريلر بحكي اوف، شو الـ التريلر الاسطوري هذا، وافيلبل ناو. دخلت وانصدمت، حتى سعرها كان مش ذاكر 15 ولا 20 دولار، وقلت شكلها تحفة. دخلت شفت تقييمها، لقيتها عشرات عشرات عشرات. اسلخ. بعدين انا ما ختمتها بسرعة، ما مشيت فيها سريع، اخذت معي. كنت العبها واوقف مثلا العب العاب ثانية، بعدين العبها ارجع العبها بالسفر. اكثر شيء كنت العبها وانا مسافر. وين طريق مسدود؟ لازم انا اقتل سيسار زفبت الاول. وين طريق للمدينة الرئيسية اصلا، اللي هي المدينة هولو نايت نفسها؟ ايوه هولو ويست، اشي زي هيك. هولو هولو ما بعرف، بس هي الكابيتال هناك. في البياع اللي بتبيع له الأشياء اللي بتلاقيها عشان
فلوس في اللي بتطور لك السلاح واللي بتطور لك هذول. ياس البلاك سميث هناك. بلاك سميث ايوه. بلاك سميث نفس اسم تبعون دارك سول. ما بلاك سميث معناها حداد. بعرف بس يعني مش شرط تستخدموا نفس الاسم. يعني بس فكرة الحداد عبارة عن واحد يا بيصلح أسلحة يا بيقويهم. كيف خبطني؟ وحش. اليمين في ايتم بس هي كيف خبطني؟ شوف هلا كيف هتندعس. دودة يعني الكتاب قد ما هو مفيد مش حكي لك حتى مين مين اللي خبى الدود. أبقى في واحد خباهم بس هذا المهم. يعني لازم انت تلعب اللعبة وتفهمها وتشوف مين من نفسك تستنتج مين اللي خباهم. لا هيك واحد ده. هو في وحش اسمه ذا كوليكتر من اسمه واضحة. من الوحوش اللي بتضحك في اللعبة هذا. بس تروح بس تفوز عليه بتاخذ منه كأنه خريطة بتوريك كل أماكن الديدان هاي. يس. فلا تصيروا تدوروا عليهم في كل منطقة والواحد يتعب نفسه وينهم وينهم وينهم. بعدين بتلاقي الخريطة بتسهل على حالك الموضوع. ما شفته. هذا ما في مدخل. لا متأكد ماشي صح؟ يس. ول نقشك رينجها ما توقعت توصل. مو راضيين لنا بس تضرب من فوق. ما هو بضرب لفوق كمان في الشأ من شي عنده. انا وقيت كثير. طلع نقشني. انت في الموي كان ضايل أقل من سانتي عشان أنزل في المي. مبروك رسمت الخريطة. بالضبط هذا المهم حاليا. كان في وحش انتحر. رحت تبعت البنك. ما لها لازمة. يعني خلينا نشوفها برضو إيش جديد. بارق ناسي شوي وين كانت بس لو لقيتها تمام. يعني هاي اللي وصلوا لها ووثقوا فيها وما كانوا يعرفوا جد انصدموا صدمة حياتهم. انا وقتها صرت اصيح واسب. ليه كم كنت محوش؟ كنت مسافر كنت احط عندها كل فلوسي. كنت كل ما اجمع شوي اروح احطهم عندها. طبعا هي عبارة عن بتحكي لك انها هي بنك وتاخذ الفلوس وتصير متى ما بدك تروح تاخذهم. بس فجأة هيك بدون سابق انذار في نص اللعبة وبتكون محوش عندها مبلغ منيح. اصلا هو الفكره نفسها حلوه انك تروح تحط الفلوس عشان لا تضيعهم وانت ماشي. فجاه هيك بتختفي وبتعرف انها سرقت الفلوس وهربت. طبعا في طريقه ترجعهم يعني بتلاقيها بتروح على بيتها. بس انت فوق انه حتتوهق لتلاقيها وتكون يعني اذا ما كنت عارف الموضوع يعني رده فعلك راح تكون نار. ويمكن محتاج كثير فلوس. بالضبط يمكن محتاج فلوس. وكمان انت بتدفع يمكن 500 بتدفع مبلغ مرتب اساسا عشان تفتح حساب بنك. انا بس شفت انه في حساب بنك
كيفت، قلت هو والله اللعبة نار، مسوين اشي جديد يعني. هي الفكرة حلوة بس الغدرة ما كان لها لازمة، الغدرة، الغدرة والضحك. بتلاقيها قاعدة بهوت سبرينج وماخذة حياتها وقاعدة تحكي انه مليان تخيرا. بعدين بتدوس ببطنها، يعني هي ما بتتحدى، ما بتقاوم اصلا، تضل تضرب فيها وتاخذ فلوسك. لا لا حلوة، روح بس تروح لها حط عندها فلوس. شو ولا لا شو لا، شو ليش ليش تعطيها 500؟ مو 500، بشوف سعر حساب البنك إذا منطقي تمام. تمام هاي فتحت طريق اوكي. لتحت، البستس لا اللي عندي تركوا البيت كله اجوا يتهاوشوا تحتي بالضبط. نار على العكس ليه متضايق؟ ذبحوا بعض. توقع هاي اللي هلا هاخدها هي الابيليتي اللي بتخليك تعمل تنط على الحيطان. يس هي تعرف الفلوس كيف بتلف حوالي منظره النار. وانت خير اوكي الحمد لله. شخصيا ما لها نفس تمر، كانت هكذا فتحنا الطريق الرئيسي تحتنا بس يفتح الايوه اللي هو الوقعة هاي. هاي شورت كتات لبعدين. هذا كل الشورت كتات في اللعبة ضروريين، بس حلو الجمع شورت كتات. ما بتعرف هذا اوفيشال ترى. شو شو شوف، صار اللعب كثير أسرع مع الداش والتسلق على الحيط، الله ولسه بصير أسرع كمان لأن الدش. هذا من أجمل الفايتات في اللعبة. أجمل فايت مو هذا، هذا الفورم الثاني اللي بعدين اللي بدي ال سي. لا طبعا انت يعني بتلعب ضدهم وانت مغمض. والله أظن بقدر بس هذا ما الفايت، يخلق. هذا الفايت اللي قدرت أقنع فيه عبود أصلا يلعب اللعبة. هذا اللي صح حضرته على اليوتيوب ولعبت اللعبة بسببها. اوكي انا ليه قاعد اخبط الشوك. وقتها طبعا دايما عبود لما اجي احكي له على لعبة لا وشو هذا وشكله هذا كله بيخزي غلط، هذا كله غلط وما بدي العبها وليش العب هيك لعبة. دايما بعدين داخل. بقنعه بشيء تافه مثلا اشي ما له علاقة ورجيته هذا الفايت اقتنع هكا والله نار، صار بده يلعبها بس عشان يروح مو للفايت. هذا الفايت اللي شفته اصلا، انت ورجيتني فايت مود. الفيرجن لا لا ايوه مود، كان مود مود كانوا هو خلينه نفس كثير الفكرة اسرع. يعني. نفس الفكرة صح، ما لو اني مو وقع بالشوك 9 مرات كان صرت فهو في قاتلها. كل الالعاب هيك. اوه ما شفت بدأوا على السريع، ما كنت منتبه. حكيت هذول شو بدهم تسوي؟ وقت. رحت شفت الساعة كم اكون صريح. ايزي سؤال في ال اوف والله دائما ما بتخبط، بنزل راسي ما بتخبط. ف
في الدي ال سي بيكون الثلاثة مع بعض ولا برضو يس بس اثنين؟ ثلاث. ثلاثة مع بعض. شوف هم اثنين بس انت بعد ال 112% بتطلع انك تباريهم الثلاث مع بعض. اه شفت لازم تنزرها صح. الرينج كثير قليل تعود عليه لسه. ضروري نروح نحوش فلوس ونروح للبياعة هذيك نشتري لونج نيل يزيد الرينج. الأول والثاني فعليا أنا انضربت ثلاث مرات، ثنتين من الشوك والثالثة لأني رحت أشوف الساعة. لا أربع مرات، في واحدة رابعة عشان أنت فكرتها أنه ما راح تضرب. صح. وبتعرف المنطقة هاي عماد ديب نست تذكرها؟ يس أكيد. في فوق آيتم هذا هون كثير أهم. ما بيغني هون ترخيص الخريطة هاي، ما هو ما بيغني حتى المطلع. هذا بدي اطلع منها باسرع طريقه ممكنه لانها اسوأ منطقه في اللعبه. كل ختماتي كل ما اخلص فايت سيسترز اوف باتل باجي بحكي انا مالي نفسي اكمل. ما بدك تروح تشتري اللي بخليك تضوي 1800 حناني. اوكي ما فيها ايتم او شيء مهم. شوف كاشياء تروفي وهيك شغلات انا مو ذاكر غير واحده اللي اول اشي قبل الخريطه حتى كانت مرينا عليها بس هذيك بدها ابيليتي وطريق ثاني وقصه مو من هون. اوكي اي ليه ما مات ده صح نسيت بظل الخبط بين سيف هذا والسيفات القديم. إذا في حد مفكر إني ماشي وعارف وين بروح، لا أنا فعليا ماشي بس. حاولت أرميه. هاي الهوا دمجني. أوكي. ما طلعت، ما توقعت رسم الوحش بوجهي. ما شاء الله هتموت. هلا عدت خير. فيش أي وحش سهل هون. بس تقريبا طالع من المنطقة. الحمد لله.
الحلزون الأسطوري صح؟ نسيت هذول. شو الصوت معه؟ ايش كان بتهيالهم لما سووا السكريبت هيك واحد قدام المايك حكى بسم الله وبلش هذا بلش اوكي هاي كنا حنوقع ديب نست كمان مره بس عدت اخر وبلش يحكي الشعوذه هاي هو اللي مسوي الاصوات صراحه محترف تحت زي ما حكينا الكل بغلط طبيعي بتيجي تضرب النية تضرب تحت تضرب حالك بالغلط عادي هنا انا اوكي مالك ماله عشان لو دمشت من المي بعد شوي اقدر اهيد خليك قدها وين رايح انت هلا؟ بدي ارجع المحطة اول شيء بعدها حنتجمع عند اي منطقة ايش المنطقة اللي بعدها كانت؟ واحد اثنين ثلاث اتوقع كابيتال لا ما اظن كابيتال اوكي اول شي هاي لانه عندنا الابيليتي الله الله شفت الباركور الاحترافي اما مي واضحة بوجهي ما بعرفش ابعد عنها لاحظت ما اقول منطقة الكريستال لا منطقة دكتور تشتري صح حلو ذكرتني اروح اشتري لونج نيل هو من نفس المكان فوق لا هذيك البياعة اللي تحت اللي بتبيع تشارمز بس عرفتها؟ يلا رحنا لها بديك بس هنا رايحين هلا بتعرفها هاي عندها كم شغلات تحفة صوت معاق النوتشز اهم شيء ريمور خلي 250 معيات بس تشتري منها كل شيء بتعطيك هدية كأنه هدية بتخزي يس ذاك عرفتها؟ طبعا هيك عندنا رينج شوي اشتريت شغلتين هلا لونج رينج وستيدي بودي لونج رينج بتزيد الرينج وستيدي بودي بتخليها لما نضرب ما ترجع شخصيتنا لورا مون ووك هي اشي مفيد بس بدك تتعود عليه اللونج رينج عبارة عن تشارم يس ما في اوكي نايس مو نو ابيليتي نو تشارم كل شيء في لعبة تشارم تقريبا الابيليتيات ما لها دخل بالسلاح لا بلا فيها ابيليتيات اسلحة
تعال نشوف ايش فيه صار، لاني اعرف ايش فيه. اوه شوف، هو الواحد عادي يجي جزء من الأماكن هاي وهو يكون لسه مش ماخذ الابيليتيات ويفكر إنه اللعبة مالها نهاية وضايع ومش عارف وين الطريق الرئيسي. لا، وهذا اللي حيصير اساسا باي حدا لما يلعبها اول مره، هذا الطبيعي. ان اذا ما صار هيك انت لعبت لعبه غلط. طبعا في جزء من الديدان هذول بيكونوا وحوش مو ديدان، فلما يس. تيجي تفتح هذا عنها بتهجم عليك. هذا اللي قدام شوي، بس يعني كثير مرة أنا لقدام كثير. انقتلت منها. ها جد؟ يس، كان ضايل لي ضربة واحدة وما توقعتها. وهيك وما توقعتها نهائيا. يومها يا الله شو نرفزت وكرهت الديدان كلهم. وليه بيجمعهم هذاك؟ ليش ترك كل اللعبة وقاعد يجمع هذول؟ ما بعرف شو جوه، انه قاعد يجمع الحشرات اللي في العالم يحطهم بعلب وهيك كولكشن تبعه. أنا بدي أرجع المحطة بس بطريقنا، قلت في هذا بتاع الديدان. ما جمعت لي صح، أربعة بيعطي يمكن كثير فلوس. بالضبط. نشوف ايش حيعطي. في ايتم، اذا اعطى ايتم مش غلط. هذا 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 اوه بيعطيك القناع. اوه كملناهم. كملوا 4 بتزيد هيلث. أسطورة هاد. هون في طريق سري لو طلعتها بالابيلتي هاي. شوف واحد ميت. ايتم تنباب فلوس. انت ليه ما رحت المنطقة اللي بعدها؟ انا كنت جاي ابيع التشارم بعد هذا مشوار رجع. كان في شي مهم كان لازم اشتريه، بس ما طلعت. كنت عم بحكي لا لا اشياء انا احطها من هذا. هذا الكابيتال اعرف من وين. ايش هاي؟ هاي اللي بتزيد الماكسيمم مانا، كل 3 بيعطوك واحدة. اوكي ايش عنده لسه؟ سمبل كي مهمة. هاي لا، وهذا الضوء. والاخيرة ايش؟ ناسي بس مش اشي مهم. الاخير ايش هاي؟ ما بقدر احطها. داش 2 بدها، غريبة. داش ماستر هاي اللي بتخليك تسوي داش اسرع او تختفي. احسن او اشي هيك. لا لا لا، هذيك اشي، هذيك هذيك ابيليتي مو تشارم. المنطقة نروح المدينة الرئيسية مش هيك؟ اوكي. اتوقع اللعبة موجودة على، هي نزلت فري بلاي ستيشن بلس ونزلت اكس بوكس جيم باس وموجودة على السويتش. نروح هون علامة تقدر التمثال، تحصلوها بسهولة. اي علامة التمثال وين؟ هذا على اليمين. اوكي. ورانا مشوار مشي. اوكي امشي، شو وراك؟ هيني رايح امشي، شو بدي اسوي اصلا؟
باور 6. برضو أشياء بيع، هاي كل أشياء آثار يعني. ما زي أشياء قديمة نادرة، ففي بياع بالمدينة اللي رايحين لها أصلا بشتريهم. بياع هام شو غزنا عليه قبل شوي. لا بس بيظل يرسم لأنه وحش تافه. ماكسيمين تمام. هذا مسكر. هو قتلته فيها محسوبة، ما شفتني وقفت، بلا بحث، ما شفتني وقفت سويتت واضحة. كانوا قاعد في المي. يعني بدون، ايوه لسه كنت احكي، بدون ما احاول اسويها اخرتها تصير. اخيرا يس، هي الذي مهتم يعرفون رايحين على مدينة خرافية، أحلى مدينة في اللعبة. لا ديب نست. بيرفكت. ايش في هون؟ بعد ما تموت 90 مرة تعبي مانا. ول ما اتوقع هيك. هاي عشان لا ترجع تعيد المشوار اللي وراك، بس بنفس الوقت لسه في كمان مشوار. كده الطريق تكمل كتير اسهل من الاول. ناسي متى بس اخذناها، هاي اخذناها واحنا بنخلص. نلاقي الخريطة. الخريطة عارف وين؟ هون ورا هذا الباب، فوق آخر إشي على اليسار بلاقي الخريطة. بس عاد لفت هذا الباب، مو بس قصة. هلأ هذا بس تطور سيفك فول بتصير تشيلهم بضربة. هذا اللي أخذ 5. هاي منطقة الحكم في المدينة، القلعة والقصر والأماكن هاي. حشرات عايشين عزهم تحت. تخيل الصرصور اللي انت بتسلخه أول ما تشوفه عايش بقصر تحت وحياة كاملة. انت بتعرف انه سلاحي نيل، الترجمة الحرفية انه سلاحي عبارة عن أطفر. نايس. هلا قاعد يتشمس او لا في الشمس تحت الارض. فبيعمل تمرين قاعد. هلا هون على اليسار في الحداد. يلا نروح له على السريع. ما ليش هدى على راسي؟
في ايتم اسمها بيل اور، انا ما معي فلوس اطور اظن، تصدق 300 ولا 400 بده 250. المهم هذا اول تطور الأسلحة، هذا كثير مهم. يس، في واحد ختم اللعبة بدون ما يطور أسلحة. انت طورت اسلحتك عماد بالختمة؟ اه انت طورت اسلحتك لما ختمت اللعبة؟ اه انا جبتها 111%، لا بس لا، بس يعني اذا قصدي قصدك الختمة الأولى، أنا ذاكر قلت لي إنك ما كنت عارف عنه، ولا برضه مو مو ذاكر؟ متذكر، مو متذكر، بس عادي لا تستبعد. ما يعني يا إذا رحت على خلاص الرينج بلس 4 عادي ما تطور سلاحك هون، هاي السمبل كي اللي بنباع هناك 950. هو سؤال، أنت ما بتفتش ولا حظك زبالة بالتفتيش؟ لا انا هدول بفتش عن كل شيء الا هدول، بعرفش كيف هيك حظك بتجنبهم. زبالة في التفتيش. ما بعرف كيف تقدر تروح، كيف قدرت تروح بلس 4 على شو اسمه وحش الأخير بلدر رينج. ما بعرف والله وصلت له، بس تخيل كنت لما اي وحش يضربني في الدن رينج اقعد 3 مرات اشرب الفلاسك عشان اهيل. الطريق ليه مسدود؟ معقول مو من هون؟ اوكي، وهذا هون مسكر لانه هون على اليمين في البياع. تمام، قاعدين نتهاوش انا وسعادة، ليه؟ بسب علي من الصبح وانا هيك بكل براءة يعني ما عملت له شيء. ف اوكي صح، المهم بيحكي المهم ما المهم بيحكي لي انه بحسابه على تويتر 24 ساعة بيحط لايكات لناس ما لها داعي، ما بدي افضح الزلمة على اليوتيوب. فشو اسمه، فبحكي لي انه بحط لايكات كمان للتافهين، للحسابات التافهة، وبحكي لي شوف منهم حسابي انا الشخصي. طبعا حسابي الشخصي انا بنزل عليه صورة يمكن كل سنة مرة وبالغلط بتكون، فدخلت على حسابي ما لقيت ولا لايك منه. نايس، يعني فوق انه ما عمل لايك بذلك لانه عمل لايك. اي شايف، فبحكي له لو اني بنت كان عمل لي لايك لمعفل. طبعا يعني انا مو مهتم يعني، بس هيك، ولما انزل شغلة بكون بنزل شغلة عشان اخزنها الي ارجع لها بعدين. ما بتموت باللايكات؟ طبعا احنا نمشي ورا اللايكات، احنا صحيح نمشي عندنا بالضبط، اللايكات ما استغربت. يا تصدق معي اخوان، اروح لا تنسوا تعملوا لنا لايك بالضبط، وسبسكرايب والجرس وفولو وايش في كمان، وكومنت وشير. وكومنت وشير من اكثر من حساب، ورثت. جمعت ال 250. كنت والله وانا رايح بالطريق الرئيسي طلعت صار معي 250، قلت مش غلط، الدمج بيفرق مع كل تطويره، وبالذات انه الاولى ما بدها ايتم، فليه لا، انه بعدها حيصير بعدين بصير بدك بيل اور ايتم، في منها 6 باللعبة اذا ذاكرتي صح، اول تطوير بده واحدة، بعدها 2، بعدها 3. واحدة من البيل اور بتاخدهم لما تجيب 31 دودة اوه نايس بالضبط، بس تجيب 31 دودة هذاك بيعطيك بيل اور. طلع الفرق، وان شوت تو شوت، كثير بتفرق. يا عمي موت، وين طريقنا من ثواني. فوق؟ لا 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 لا، المصعد يا جماعة، لما تطلبوا المصعد لا تزعجوه بالطريق.
مصعد اوفر نفسية. ختمت اللعبة؟ قربت. وين رايح انت هلا عشان نوضح الطريق للناس؟ الرئيسي، احنا عارفين انه الطريق الرئيسي، بس وين رايح؟ معناه ورجينا ما الخريطة، مش وين رايح بالضبط ما... فاهم علي؟ اوكي، ما في خريطة. ده هلا راح نجيب الخريطة. يعني هذا البياع اللي قلت لك عنه، هذا اللي اتذكرته. هو بقعد يحكي قصص عن الايتمز. المصيبة بس الوحيدة انه ما بتقدر تبيعهم دفعة واحدة، لازم ايتم ايتم هيك عشان تسمع القصة. يعني لازم اهتم، بس على الاقل حطوا انه ما بيعهم كلهم مرة واحدة وخلص. اوبشن مش غلط. هلا بتقدر تجيب الاضاءة جد؟ قربت جاهز اموت هلا ويروحوا علي. لا، انت المفروض انك ما حتموت في الختمة هاي. صح، ستيل سول احتياط ما صح. كبستها، بس هي ستيل سول النية هاي، بخوفهم هاي الجد. صح، في باري باللعبة لو ضربت الوحش بنفس الوقت. طبعا ما في انسان في العالم عبر هذا الاوبشن، ما يعني له هو فايدة. لا بيخلي اللعبة اصعب، مو انه ماينس. تخيل انك تقعد في طريق من اليمين هذا يعني، ولا ايش في هون؟ نشوف بعدين. تخيل انك تقعد عماد تحفظ تايمينج الضربات عشان تسويهم نفس الوقت. ما شاء الله. ضد الفاينل سيكرت بوس بالدي ال سي اللي هو تبع 112% ورثت. اضطريت اتعلم شوي الباري غير اي حدا ثاني. لا هذا وين رايح؟ وتوقع في باب. بالضبط. حلو، هذول فخ. ما يحطوا ايتم يحكوا لك تفضل خذها، بالذات الخفافيش بيعشقوا يحطوهم باي مكان. ايش في عنا؟ بعرف اروح الخريطة من اشي حاليا واحسن اشي. دود اوكي، اجا بوقته. هاي الخريطة اللي بعده. هيك ضايل 5 دقايق للبي. الله، تخيل هدفع 150 عشان سيف. اوكي، هون 90 خريطة عشان سيف. اوكي، خربت الإضاءة. أي إضاءة؟ اللي بتشتريها 1800. لا عادي، ضايل معي شوي لسه. ماي هنا هون في فوق يسار، هيها شايفها المحطة. اوكي، الطريق الرئيسي هذا اللي على اليمين اللي مش مكشوف اللي هون. بس حنروح ناخذ المحطة اول، وهيك ضايل 3 دقايق 5 اتوقع. بلح اوصل المحطة. قريب المحطة، بتذكرها. هلا، مش عابره ما ادري نفسه. هو لازم تحكي معه عشان الكويست تبعته؟ ما اظن. لا اوكي، اخي افتح هذا بس. اقتلهم يا اخي.
هاي الدريم نيل بعدين كثير هاي. ايش في هون؟ فلوس تمام. انت بتدور عليهم تدوير يضربوك. ما هو فيش مي هون. شفت الباري اللي صار؟ ماشي ملوش فايدة. سمبل كي هون في منطقة المي اذا ذاكرها المجاري تقدر تفتحها بسمبل كي، منطقة اساسية. صار اول صح. هو مع هاي ما يشتري شو اسمه الإضاءة. ضحك عليك. هيك شورت كات. يس شدات في اليسار كله هذا. اوكي نايس. كم الف؟ 200 اللي جبتهم هسه من الايتم. بس ننهي هون، ضايل دقيقتين يمكن اقل. عند ال احنا بنصير كل حلقة ننهي عند هاد صاحبنا. بنحاول او احنا بالطريق. ما هو احنا بالطريق ممكن. طيب تمام هيك وخلصنا برضو منطقتين، بس المنطقة هاي ضايل فيها شوي، ضايل فيها البوس، طريق البوس، طريق البوس، وبعدها بنشوف المناطق الثانية. افتح الخريطة زوم اوت. فهاي المناطق اللي طلعناها لهلا. لسه قدامنا في مناطق كثير في اللعبة، بس ماشيين منيح، أسرع من المتوقع جدا. فخلص العاد نشوفكم الفيديو الجاي، راح نكمل تختيم هولو نايت لنخلصها، ونحاول نجيب بلاتينوم. شو رأيك؟ ما بحاول تمام بدون مهمة الوردة. اوكي لو وقتها بنشوفه. يلا ماشي، نشوفكم خلاص في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.